إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الصائمون الكرام، إن شهرنا هذا شهر مبارك تنهض فيه الهمم لأنواع الطاعات، ويستبق الصالحون للخيرات. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، همته في الإحسان كالريح المرسلة، والتؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. فيا من تبغون الخير أقبلوا وهلموا، سارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. اعملوا الخير دهركم كله، وتعرضوا لنفحات رحمة ربكم، إن الصادق إذا جد وجد، وليس من سهر كمن رقد. هذا الشهر شهر التضحيات والعطاء، فطوبى لمن أحسن فيه وترك شهوة لزمت قلبه طيلة العام، يترقب الثواب يوم أن يقال هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ومع ذلك لا يزال أقوام يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون ومعرضون، لا يزالون يتأخرون، فيؤخرهم الله، يصبحون على حب الدنيا، ويصحبون اللذائذ صحبة الأنعام. تمادى بهم الحال، وقست قلوبهم، وبطروا معيشتهم، ونقضوا عهدهم مع الله فنسيهم وأنساهم أنفسهم. ولو أنهم عزموا الأمر وصدقوا مع الله لكان خيرا لهم. يا أيها المسلمون، نحن أمة العزيمة والعمل وأمة الجهاد، فليعرف الناس أمجاد تاريخنا، فلتعرف الأجيال، أجيال الغثائية والتبعية والتقليد الأعمى، ما سطرناه من الانتصار في ميادين الجهاد. سألوا يا أبناء الإسلام الشام وربوعها، والعراق وسوادها، والفرس وأرباضها، سلوا قفار إفريقيا، سلوا ربوع بلاد العجم، والله ما ازدانت الشهادة إلا بدماء المؤمنين، ولا رفعت راية للعلم في سائر أصقاع الدنيا كراية العلم على يد المسلمين. أهل الإسلام أخرجوا الناس من عبادة البشر للبشر، ونصروا الإنسان الضعيف في زمان الطغيان، أنشأوا حضارة العراق والشام ومصر والأندلس، وأدخلوا الأدب والفضيلة في كل أرض عمروها. منا أبو بكر وعمر والعشرة وخالد بن الوليد ومعاوية بن أبي سفيان، منا هارون الرشيد والمعتصم، قتيبة بن مسلم، منا أفذاذ القادة والملوك والسلاطين والخلفاء، منا أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير، وسادة الحفاظ والعلماء،
ملكنا فعدلنا، وبنينا فأعلينا، ولما حكمنا أنصفنا، ولما أسرنا أحسننا ورحمنا. والله ما ملك البلاد والعباد أحد كأتباع محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضاع قوم لا يدرون الخبر. يا شباب الإسلام، إن العزيمة الصادقة لقاح البصيرة في زمان تعمى فيه الحقائق، فلا تقبلوا أبداً أن تنضوا تحت لواء العجز والكسل، فتعدوا على أصابع الندم يوم التغابن. عمر بن عبد العزيز أمة وحده في سنتين بعزيمة صادقة وتأييد من الله، في سنتين غير مسار الأمة. وكان رضي الله عنه ورحمه الله كثيراً ما يتمثل بقول القائل: نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم. نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم، والردى لك لازم، وتتعب فيما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. روح بن زنباع رضي الله عنه نزل إلى الشام في يوم شديد الحر، يكاد جلد الإنسان ينسلخ من شدة القيض والحر، يقول رضي الله عنه: والله ما قويت على الجلوس إلا في ظل جملي. رأى راعي إبل، قال: وضعت غدائي وناديت على الراعي فقلت: أصب من غدائي، فقال الراعي: أنا صائم. سبحان الله، في مثل هذا اليوم الشديد الحر، قال: نعم، أتريد أن أضيع أيامي سدى؟ إني أصومه ليوم هو أشد منه حرا. أمة العزيمة، لقد ظننت بأيامك يا راعي، إذ جاد بها روح بن زنباع. زكريا بن يحيى النقاد من جلة تلاميذ الإمام أحمد وأصحابه، قال عنه محمد بن جعفر: والله لو قيل له ستموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل لشدة اجتهاده. رأى في المنام امرأة لا تشبه نساء الدنيا، تعلقها قلبه، حورية من الجنة، رآها في المنام. قال: اشتريتها من الله بأربعة آلاف ختمة. فلما ختم الختمة الأخيرة رآها في المنام، قالت: أنا التي اشتريتني، وقد وهبني ربي إليك، وصدقت في عزمك ووعدك وعهدك. فأصبح فرحاً يحدث بالرؤيا، فمات بعد ثلاث. لم يزل يلهج بالرحيل وذكره حتى نزل ببابه الجمال. يا ابن الإسلام، تيقظ وكن من أهل العزائم، سل ربك التوفيق والهدى، سل ربك السداد في أمرك وشأنك كله، إلجأ إليه، توجع بين يديه، ابكي واستغف استغاثة المتغوث الغريق، سله أن يرفع حجب الغفل عن قلبك، وأن يعيذك من الشهوات التي صارت لك عبودية بين يديها، سله أن يوفقك لتوبة صادقة، إنك في شهر الغفران والعتق من النيران، وإن الله إذا أراد بعبده خيراً سهل له أسباب التوبة وأعانه عليها. وإن أعجز الناس من عجز عن الدعاء، سل ربك أن يريك الحق حقاً، وأن يرزقك محبته وتعظيمه واتباعه. وإن أعجب ما تقرؤون في كتب العلم مما يدل على كمال رحمة الإله العظيم بعبده وإخراجه له من ورطات الشهوات وإيقاظ قلبه من تلك الغفلات، ما قرأته في كتاب التبصرة لابن الجوزي والتوابين لابن قدامة عن أبي هاشم بن علي الواعظ البغدادي، قال رحمه الله: ركبت سفينة وفيها رجل معه جارية، فلما كنا في عرض البحر
وضع غداء وقال أصب، وعزم علي وأطعمني وأكرمني، فلما أكلنا أخرج شرابا وصب في الأقداح، فقلت معاذ الله، معاذ الله أن أشرب الحرام، ورجعت. قال إن للضيف حقا، فلما رأني كففت صب وشرب، فلما أخذته الخمر صار يتغنى ويتمايل ويرقص، ثم قال لي يا أيها المسكين هل سمعت ما هو أحسن من هذا؟ فقلت له بلى والله سمعت. قال أسمعني. فتلوت عليه إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال صيرت، إلى أن بلغت قول الله وإذا الصحف نشرت، أسقط في يده وأفاق من سكرته، كسر الخمر وأعتق الجارية، وجعل يبكي وعانقني وقال والله هذا أحسن مما كنت فيه، هل تراني يقبل الله من مثلي؟ فقلت إن الله يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال فتاب ولزمت صحبته 20 سنة، ما رأيت أحسن استقامة وتوبة منه، ثم مات فرأيته في المنام بعد ذلك، فقلت له يا فلان ما فعل الله بك؟ قال نجاني. قلت مما؟ قال لما تليت علي وإذا الصحف نشرت أنزل علي التوبة. وأحسن من هذه الحكاية وأشهر وأصح إسناداً ما رواه الواحدي في كتاب قتل القرآن، كما في كتاب لطائف المعارف لابن رجب، وقال السفاريني هذه حكاية مشهورة، ورواها الحافظ أبو موسى المديني ومن طريقه ابن قدامة في كتاب التوابين من حديث إسماعيل بن عبد الله الخزاعي، قال رحمه الله: إن رجلاً من أشراف أهل البصرة من المهالبة في أيام البرامكة نزل للتجارة، فلما فرغ منها اكترى سفينة وانحدر بها إلى البصرة. رجل مليء ثري استأجر سفينة كاملة وانحدر بها إلى البصرة، وكان معه جارية وضيئة تسمى حسنى، سماها حسن، وكان قد اشتراها بوقرها ذهبا، وكانت تحسن أن تضرب على العود والطنبور وتغني وترقص في آن. وفي طريقه وجد على نهر دجلة على ساحله شابا فقيرا، بدا عليه الفقر يحمل عكازا ومزودا، وبدا عليه الصلاح، فرق له المهلبي فحمله معه إلى البصرة. فلما كانوا في الطريق وهدأت الريح وسكن الماء، نشر الغداء على سطح السفينة وقال أيها الفتى انزل وأصب من غدائي، فتمنع فأبى إلا أن يأكل، فنزل فتى فأكل وأكل من الغداء، فلما أن انتهى دعا بزكرة له، بزق فيه خمر يوضع فيه الخمر والخل، دعا بزكرة وأقداح وصب، فقال الفتى معاذ الله أن أشرب ما حرم الله، وقام عنه. فجعل الرجل يصب ويشرب ويقول للجارية غنينا وارقصي لنا، فجعلت تفعل الذي تحسنه، فلما أن دب في رأسه الشراب جعل يتمايل ويرقص معها ويغني، ثم قال أيها الفتى هل سمعت يوما ما هو أحسن من هذا؟ قال الفتى بلى والله لقد سمعت ما هو أحسن وأكرم. فقال للجارية اسكتي هاتي أسمعنا. فقرأ الفتى وعلى الفور بصوت حسن والله ما سمعه شجر ولا حجر ولا مدر إلا رق. قرأ الفتى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فسكن كل من كان على السفينة عند سماع الآية، وكان القدح بيد المهلبي جعل يرتج حتى وضعه على ظهر السفينة وقال أشهد والله أن هذا خير مما كنت أسمع، فهل غير ذلك؟ قال بلى. وتلا على الفور وقل الحق من ربكم
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. بئس الشراب وأشار للخمر. بئس الشراب وساءت مرتفقا. فارتعد الرجل ووقعت التوبة في حينه في قلبه، فكسر زكرة الخمر ورمى بالأقداح في النهر وقال للجارية أنت حرة، وانطوى على ظهر السفينة يرعد ويرتجف ويقول هل لمثلي من فرج ومخرج. يا أيها الفتى هل لمثلي من فرج ومخرج، أشهد أن هذا أحسن مما كنت فيه. فقال الفتى بلى والله، وتلا عليه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فأخذ الرجل يصيح ويردد إنه هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور الرحيم حتى غشي عليه. فلما طال سكونه حركه فإذا هو ميت، مات يقول إنه هو الغفور الرحيم وإن ريح الخمر لا يوجد من فمه. اجتمع من حضر وكان الميت من سادة المهالبة، فبكوا عليه وضجوا بالصياح. ما وصل أرض البصرة إلا في ستة أيام، والله ما انتفخ ولا تغير ولا سطعت له ريح كريهة، وكانوا يرجون له خيرا. وأما الجارية فعاشت بعده 40 ليلة على تمام التوبة وحسنها صوامة قوامة، وماتت بعده 40 ليلة وكانوا يرجون لها. إن الله إذا أراد بعبده خيرا سهل له أسباب التوبة. أتسمعون بالفضيل بن عياض الإمام الذي إن وعظ أبكى سفيان الثوري؟ الفضيل بن عياض يروي عنه أبو القاسم القشيري بإسناد صحيح، وكذلك البيهقي في شعب الإيمان من حديث علي بن خشرم أنه كان في شبيبته مخلطا، وكان يجرح بالحديدة، وكان يقطع الطريق بالخناجر وحده في أرض سرخس، وكان عشق جارية رقى مرة بعض الجدر ليصل إلى الجارية، فسمع رجلا يتلو قول الله: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، يتلوها في الليل في بعض تلك البيوت، فأثرت في قلبه ونزلت التوبة مع حقائقها. نزل وهام على وجهه حتى دخل خربة وجد فيها قافلة، فإذا بعضهم يقول لبعض: لا تدخل هذا الطريق، إن فيه شاطرا يقال له الفضيل. قال: سبحان الله، يخاف المسلمون مني. فما كان منه إلا أن أضافهم وأكرمهم وقال: أنتم آمنون من الفضيل؟ وخرج يرتاد لهم طعاما. فلما رجع فإذا رجل يصلي في صحن داره ويتلو: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فقال: والله ما أسمعني ربي هذه الآية في يوم مرتين، في ليلة مرتين، إلا لأتوب. بلى آن يا رب، بلى آن يا رب. وتاب ولزم العبادة وجاور في الحرم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، يا أيها الصائمون، بل يا أهل الأردن البلد الطيب أهله، والله إن ربكم أراد لكم وبكم خيرا. إن أرضكم هذه موئل الأولياء، وفيها مجتمع صفوة الله عز وجل من خلقه من أهل السنة في آخر الزمان. جند الأردن آنذاك هم جند الله وخاصته. فالله الله إذن بحسن التوبة والإياب.
استعينوا بالله واصبروا، وكونوا خير سلف لخير خلف. ألظوا بياء الله، احتموا بحماه، التفوا حول كبرائكم، إنما البركة مع الأكابر. لا تصدروا إلا عن رأي العلماء الربانيين وإن قلوا، اجتمعوا على قلب رجل واحد. كرامتنا في ديننا، وبقاؤنا في ألفتنا وعدالتنا. غداً سيذهب الفاسدون، وتصفو الأرض لأولياء الله. إن شعب الأردن وشعب الشام سليل الصحابة الكرام، كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره، ولا يزال الله يغرس في أهل الشام الإيمان والشهامة والكرامة، ولو فسد أهل الشام فلا خير في الناس. مجتمع كلمات الله الكونية في آخر الزمان في أرض المحشر والمنشر، والأردن قصبتها آنذاك. لا يهولنكم أمر الفتن ولا المتغيرات، ولا يؤيسنكم من مجد تباعده. إن للمجد تدريجاً وترتيباً. إن القناة التي شاهدت رفعتها تنمى وتنبت أنبوباً فأنبوباً. يا أهل الأردن، إياكم وضياع الأوقات في الملهيات وما لا نفع لنا فيه. يتضمن ذلك إهدار جهود الشباب وطاقات الأمة، وإن أعظم الناس حسرة يوم القيامة من ضيع أيامه سدى. احذروا بارك الله فيكم مواد الإعلام المسمومة، إن الإعلام الفاسد الممنهج يفسد شباب الأمة، ويزرع الضغائن، ويشوه الحقائق، ويحرف مسار رجال الوطن، ويخرب أمنها، ويعمي الحقائق في الواقع الذي يحتاجه الناس. إنه أشبه ما يكون بالماء العكر، يؤذي ولا يروي. يا أبناء الإسلام، لا تغفلوا عن قضاياكم الكبرى، لا تغفلوا عن دماء إخوانكم في غزة، عن أحوال المسلمين في سوريا وفي العراق الحبيبة المجيدة. إن نهوض الأمم والشعوب مرتبط بإخلاص أهلها وصدقهم وصبرهم وحسن توكلهم على الله. فأبشروا وأملوا يا أيها الصائمون، واحتسبوا تعبكم وما يقع لكم عند الله. ومن كان مع الله كان الله معه. لنا الصدارة بإذن الله، لنا الصدارة على العالمين إذا كنا مع الله. ومن أيده الله فمن عليه. ولا أنسى في ختام خطبتي أن أنبه بارك الله فيكم لحق الفقير المظلوم والسائل والمحروم. ابذلوا الأموال وأخرجوا الزكاة طيبة بها نفوسكم، وتذكروا أن خير الصدقة في رمضان، وأن خير الصدقة على ذي الرحم الكاشح، وأن الأقربين أولى بالمعروف. تذكروا بارك الله فيكم أن تتحروا لصدقاتكم، لا تصدقوا أي دعوة، وتحروا عن الفقير. ومن وسع على الناس وسع الله عليه، ومن ضيق ضيق الله عليه، ومن منع جعل الله فقره بين عينيه. يا أيها الفقير والمسكين العاني، صن ماء وجهك أن يبذل في المساجد، إن المساجد لم تبن لهذا.
تذكر أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتق الله وأجمل في الطلب. إن كنت حقاً مستحقاً للزكاة فاطلبها عند ذوي الأيادي الكريمة البيضاء حسان الوجوه الذين يحسنون إليك في الستر والعطاء. إياك أن تبيح ماء وجهك عند منن الرجال، والله إن نقل الصخور من قلل الجبال أهون على الحر من منن الرجال. يا أيها المتسولون والسائلون، عجت بكم الطرقات والمساجد، ووالله ما سأل عبد أموال الناس عن غنى إلا استكثر من جمر جهنم، ومن سأل الناس أموالهم من غير حاجة جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، ومن فتح على باب عيال على عياله وعلى نفسه باب مسألة مع الاستغناء عنها فتح الله عليه باب فقر لا يسد. اللهم وفق ملك البلاد للحكم بالكتاب والسنة، وبصره وسدده وأعنه وأيده. اللهم اجعل له بطانة خير تأمره بالخير وتدله عليه وترشده إليه. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر، وأقم الصلاة.